السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. اعملوا لنا اعجاب للفيديو اخواني، واللي لسه ما اشترك بالقناة بتشرف انه يشترك بقناتي. طبعا رح نحكي بهذا الفيديو يا اخواني عن الحد الادنى للاجور، الاشخاص اللي ما استلمت مساعدة 1100 ليرة تركية، امر جدا هام بنصح الجميع انه يعملوه. ميزة جدا رائعة وجديدة بالواتساب يا اخواني، كمان فيكم تستخدموها، رح نعمل عليها شرح كمان بهذا الفيديو. وفي عندنا معلومة خاطئة يا اخواني عند ملايين السوريين والعرب بتركيا، رح نصلحها ضمن هذا الفيديو. خلينا نبدأ يا أخواني موضوع موضوع. أول شيء يا أخواني بالنسبة للحد الأدنى للأجور في تركيا، لحد تاريخ اليوم يا أخواني وتاريخ هذا الفيديو ما أعلنوا عن الحد الأدنى للأجور قديش لازم يكون، ولكن في ناس عم تخمن، ناس عم تقول 5، ناس عم تقول 3، ناس عم تقول 10، ناس عم تقول 4، كل واحد عم يخمن على حسب تفكيره. ولكن طبعا انحكى بموضوع الأجور بشكل كبير لأنه ارتفع سعر الدولار والناس كلها عم تستنى لحتى تشوف قديش الدولة رح تعطي معاشات. هلا أنا تخميني كشخص، أنا تخميني شخصيا إنه الحد الأدنى للأجور يا أخواني رح يكون ما بين 3500 ليرة تركي ل 3800 ليرة تركي. هذا أنا تخميني أو توقعاتي الشخصية، ما بنعرف قديش رح يكون. أما بالنسبة للمعلومة الخاطئة يا أخواني المتداولة ما بين السوريين والعرب، إنه لما واحد سوري بيسأل واحد سوري تاني بيقول له أنت قديش عم تاخذ معاش، فبيقول له أنا عم باخذ راتب عسكري. يا أخواني شو له علاقة العسكري بالموضوع؟ ما في شيء اسمه راتب عسكري، هاي الجملة مغلوطة عند السوريين، اسمه أصغري. تمام، شو يعني، شو بيقصدوا بهالكلمة أصغري أجرت؟ يعني الحد الأدنى للأجور. كلمة أصغري هي نفسها يعني كلمة أصغر باللغة العربية، وليس كلمة عسكري. عم نسمع كتير من ناس ما بين سوريين أو عرب، حتى ملايين الأشخاص، أنه بيقولوا راتب عسكري أو عسكري أجرت. ما في شيء اسمه عسكري يا أخواني، هاي معلومة مغلوطة لدى ملايين الأشخاص وحبيت صلحها ضمن هذا الفيديو. الموضوع الثاني يا أخواني موضوع مساعدة 1100 ليرة. أخواني أي شخص جته رسالة على التليفون أو فات على البي تي تي وتحقق، عملت فيديو قبل هذا أنا للتحقق من هذا الموضوع، الأشخاص اللي بتتحقق وبتلاقي أنه فعلا في 1100 ليرة على اسمه وبتروح على مركز البي تي تي وبيقول لهم مركز البي تي تي انه ما في لكم عنا شيء. اخواني هذا الكلام غير صحيح، ما في مساعده بتنزل على اسمكم وما في رساله بتنزل على اسمكم الا بيكون في لها قيود فعليا بالبي تي تي، مشان هيك نزلت على اسمكم. ولكن بعد ما تنزل على اسمكم ممكن بيوم بيومين بثلاثه لحتى تنزل على البي تي تي. ولكن نصيحه هامه لكم يا اخواني، اذا رحتوا على احد افرع البي تي تي وقال لكم انه ما في لكم شيء، فراجعوا فرع ثاني وثالث ورابع، لانه احيانا كثير يا اخواني في ناس تعرضت لهذا الموضوع، راحت على فرع بي تي تي فما عطاهم، فراحت على فرع ثاني فقاموا اعطوهم المساعدة. فهي الشغلة بنصح الجميع يا اخواني انه يعملوها. الموضوع الاخير يا اخواني هلا رح نحكي عن ميزة الواتساب الجديدة، بصراحة ميزة كتير رائعة وفيكم تستخدموها ورح اعلمكم كيف تستخدموها ضمن هذا الفيديو. شو هي الميزة يا اخواني؟ الميزة عبارة انه فيك ترسل مقطع فيديو او صورة لشخص اخر وبيحق له فقط انه يشوفه مرة واحدة، وبعد ما يشوفه مرة واحدة فورا رح ينحذف من عنده من دون انت ما تحذفه. يعني بعد ما ترسل له الصورة او مقطع الفيديو انت طبعا رح تحدد هاي الميزة، فمجرد هو ما شاف الصورة او شاف مقطع الفيديو ففورا رح ينحذف من عنده. فالناس اللي حابة تستخدم هاي الميزة خليها تشوف معنا الشرح العملي ضمن هذا الفيديو. طبعا يا اخواني لحتى تقدروا تستفيدوا من الميزة لازم ترسلوا الصورة من داخل الاستوديو، يعني اذا انتم كنتوا داخل الواتساب ورحتوا لتعملوا هاي الخطوة فرح تلاقوها انه مو موجودة عندكم، فرح تفوتوا على استوديو الصور عندكم. مثلا هاي صورة، خلينا نضغط على مشاركة. تمام، حطينا مشاركة، رح نضغط مشاركة على الواتساب، رح نحدد الشخص يا اخواني اللي بدنا نرسل له الصورة على الواتساب. حددت شخص يا اخواني، رح نضغط على متابعة. مثل ما لكم شايفين هون بعد ما حطيت على متابعة لارسال الصورة في عندي هون اشارة مكتوب عليها الرقم 1، مثل ما لكم شايفينها رح نضغط عليها. تم ضبط الصورة للعرض مرة واحدة مثل ما شفتوا. تمام، سواء صورة او مقطع فيديو، فانتوا بس ترسلوها هيك يا اخواني على هذا الشكل، فالشخص الاخر فقط رح يشوفها مرة واحدة، ورح تروح بعد ما تروح لعنده رح يفتح عليها يشوفها مرة واحدة، بعدين رح تمسح من عنده فورا. طبعا ميزة جدا رائعة يا اخواني، فاذا ردتوا انه انتوا ترسلوا الصورة وما حدا يشوفها غير مرة واحدة وبعدين تمسح تلقائيا، فبتضغطوا على هذا الخيار، شايفين بس ضغطوا عليه صار انه مرة واحدة فقط. رح نبعث الصورة اخواني، بعتنا الصورة مثل ما لكم شايفين، رسلت الصورة على هذا الشكل. طبعا هلا يا اخواني الشخص الاخر رح يفتح الصورة ويشوف الصورة وفورا رح تمسح بعد هيك. طبعا هي ميزة جدا رائعة وجديدة، ولكن مثل ما قلت لكم يا اخواني رح تطلع عندكم الميزة اول شيء لازم تكونوا محدثين الواتساب على اخر اصدار، وتاني شيء يا اخواني لازم ترسلوا الصورة من داخل الاستوديو حصرا او مقطع الفيديو من داخل الاستوديو حصرا. طبعا رح نزلكم مواضيع جدا هامة ومفيدة بإذن الله لجميع الأخوة السوريين والعرب على الأراضي التركية. تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.